الأخبار. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. سعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم. اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تنبه إلى خطورة الحالة الوبائية في تونس وترفع توصيات إلى وزير الصحة. نسق تصاعدي للإقبال على التلقيح للتوقي من الفيروس بقبة المنزة، والفرق الطبية تتنقل إلى ديار المسنين لتطعيمهم باللقاح. إضراب مفتوح للمهندسين في المؤسسات والمنشآت العمومية بداية من اليوم الاثنين. جلسة عامة للبرلمان اليوم لتوجيه أسئلة شفاهية لوزيري التجهيز والشؤون المحلية. في حصيلة مفزعة لتطور الوضع الوبائي بفيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 34 حالة وفاة و 1709 إصابات جديدة بتاريخ 3 من أفريل الجاري. أكد رياض شاوش المدير الجهوي للصحة بجابس مساء أمس بلوغ نسبة استغلال أسرة الإنعاش والأكسجين بقسم الكوفيد في المستشفى الجهوي بجابس 100%، وشدد على ضرورة اليقظة والالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على البروتوكول الصحي، خاصة وأن جابس سجلت أمس 93 حالة إيجابية جديدة من بين 226 عينة. ووصفت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد الحالة الوبائية في تونس بالخطيرة، ونبهت اللجنة في اجتماعها أمس إلى التدهور الملحوظ لعديد المؤشرات المتعلقة بانتشار الفيروس خلال الأسبوع 13 للسنة الحالية. كما رفعت اللجنة توصيات إلى وزير الصحة فوزي مهدي تتماشى وخطورة الوضع الوبائي الحالي. مزيد من التفاصيل مع الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية دكتورة جليلة بن خليل. قدمت لنا مديرة مصر الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة حول الوضع الوبائي. فما مؤشرات على المستوى الوطني متاع الوباء هذية يوريو اللي الحالة قاعدة تتعكر، بالخصوص فما زيادة في العدد متاع الحالات اللي قاعدين نكتشفوا فيها كل يوم، فما زيادة في معدل الحالات الإيجابية على معدل التحاليل، فما 17 ولاية و95 معتمدية فيهم حالة وبائية مرتفعة للغاية، فما ارتفاع في عدد المرضى اللي قاعدين يرقدوا في المستشفيات في أقسام الأكسجين ولا أقسام الإنعاش، فما الوفيات رجعنا بعد ما كنا تابيليزي شوية في العشرين توا بداو يرجع المعدل اليومي التصاعد، فما زاد انتشار سلالة البريطانية هذه اللي قاعدة توا تنتشر محليا في تونس. فما برشا أسباب خلتنا نوصل للوضع هذايا، فما الإجراءات نتاع المراقبة الصحية في الحدود، فما برشا صعوبات في تطبيق الإجراءات نتاع العزل الذاتي اللي العباد ما تمتثلش للإجراءات هذية، فما التحاليل اللي بعد العزل ما هيش قاعدة تتعمل. طرقنا زادة للتلقيح، هيلزمنا نسرعوا في عدد نتاع الأشخاص اللي تتلقح يوميا يلزمها تكبر، فما قلة تطبيق البروتوكولات الصحية في برشا أماكن كما في القهاوي كما في المطاعم كما نشوفوا توشيشة مثلا عودة تنتشر، فما زادة تراخي المواطنين وما بيدهم عاش نشوفوا برشا عباد لابسين ماسك. على أثر هالمداولات هذه أعطينا توصيات من جملتها معناتها توصيات معناتها حظر التجول، فما زادة على الأشخاص اللي داخل تونس وجاية من خارج الحظر اللي يكون مطبق فعليا، وفما زادة أكدنا على التجمعات اللي هي السبب الرئيسي في انتشار العدوى في تونس. بالنسبة للحظر الشامل في رأيي شخصي، الحظر الشامل إذا كان باش نعلنوه يلزم معاه يكون تسارع في نسق تلقيح. وشهد الإقبال على التلقيح للتوقي من فيروس كورونا نسقا تصاعديا بقبة المنزة. المدير الجهوي للصحة بتونس عبر عن ارتياحه لهذا التطور، خاصة من قبل شريحة المسنين الذين يتمتعون بأولوية التلقيح، مشيرا إلى أنه سيتم اليوم الاثنين افتتاح مركز تلقيح جديد بولاية تونس سيكون مقره في المرسى في انتظار افتتاح مراكز أخرى. وأكد المدير الجهوي للصحة أنه لم يتم تسجيل آثار جانبية مقلقة للتلقيح المعتمدة في تونس، مشددا على أنها آمنة وفعالة ومصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.
وفي إطار تواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، تنقلت الفرق الطبية إلى دور المسنين لتطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس. ومن المنتظر أن تطلق وزارة الصحة فرقا طبية للتنقل إلى منازل المتقاعدين وإلى الأشخاص من ذوي الحركة المحدودة. وجددت الوزارة دعوة كافة المواطنين إلى تسجيل آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم على منظومة إيفاكس المعدة للغرض، على اعتبار أن اللقاح هو السبيل الأنجع لعودة الحياة إلى سلف نشاطها والدورة الاقتصادية إلى سيرها العادي. دعت عمادة المهندسين التونسيين كافة مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية إلى الدخول في إضراب غيابي مفتوح ابتداء من اليوم الاثنين، مع الامتناع عن الحضور إلى مراكز العمل والتوقف التام عن كل نشاط بالنسبة إلى العاملين عن بعد. كما دعت مهندسي الوظيفة العمومية إلى حمل الشارات الحمراء مساندة لزملائهم في المؤسسات والمنشآت العمومية. وأكدت عمادة المهندسين أن الإضراب المفتوح مستوفى الشروط القانونية. أقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين عقب اجتماع مجلسه الجهوي إضرابا جهويا عاما يوم 26 من مايو المقبل. ويأتي الإضراب العام على خلفية انسداد الأفق الاقتصادي والتنموي في الجهة، مما خلق حالة احتقان اجتماعيا وفق ما أكدته مصادر نقابية. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة تخصص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة. أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان ختم أعمال البحث والتحري في علاقة بشبهة تبديد المال العام من خلال إسناد امتيازات جبائية لفائدة شركات وهمية بالجهة. وبينت الهيئة أنها تولت فتح بحث استقرائي أوليا أفضى إلى ضبط عدة معطيات ومؤشرات وصفتها بالجدية للتعمق أكثر في أعمال التقصي، لا سيما من خلال ما ورد في تقرير تفقد مصحوب بتقرير تدقيق داخلي أنجز على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وتضمن إقرارا بوقوع تجاوزات في هذا الملف. في الشأن التربوي، أكد عمر الولباني مدير عام الامتحانات بوزارة التربية في تصريح للزميلة سلوى الماجري أن الوزارة قطعت أشواطا متقدمة في الإعداد للامتحانات الوطنية، وأن كل المندوبيات مستعدة لتأمين مختلف الاختبارات. بالنسبة لتنظيم الامتحانات الوطنية دورة 2021، أشواط متقدمة يعني قطعت في المجال هذا على مستوى الإعداد المادي وعلى مستوى صياغة المواضيع وإعداد الجانب البيداغوجي. احنا تقريبا في الخطوات الأخيرة، كل المندوبيات الجهوية تقريبا على أتم الاستعداد لتأمين هذا الاستحقاق الوطني، اللي كذلك هذه السنة سيشهد بعض الاستثناءات، لأنه احنا ما ننساش أنه هذه السنة الدراسية اعتمدنا نظام مغاير للسنوات الدراسية السابقة من حيث الزمن المدرسي، من حيث المضامين المعرفية. بالتالي المواضيع هذه الدورة ستشمل المضامين اللي تم اعتمادها خلال السنة الدراسية. المندوبيات الجهوية جاهزة، مراكز اختبارات كتابية ضبطت، مراكز إصلاح كذلك ضبطت، مراكز تجميع والتوزيع تم تعيين المسؤولين المشرفين على كل هذه المراكز. ومن جهة أخرى، أوضح عمر الولباني أنه تم تسجيل رقم قياسي في عدد المترشحين لامتحان البكالوريا هذه السنة، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة. تم جديد خاصة على مستوى التنظيم المادي للمراكز وتحسين امتحانات ضد كل أشكال ممكن الاعتداءات. ونحن نعرف هذه الدورة فيها الجديد خاصة على مستوى عدد المترشحين. عدد المترشحين هذه الدورة زاد بالمقارنة مع الدورة السابقة بأكثر من 11,000 مترشح، ثاني رقم قياسي في تاريخ الامتحانات الوطنية من حيث عدد المترشحين منذ إحداث البكالوريا التونسية. وهذه الدورة نسجل 145,500 مترشح. هذاك علاش احنا خدينا بعض الإجراءات التنظيمية
في مراكز الاختبارات الكتابية، وهذه سنطبقها لأول مرة في تاريخ امتحاناتنا الوطنية. بالنسبة لقاعات الامتحان فإنه عدد المترشحين لن يتجاوز 12 المترشح بالنسبة للقاعات اللي فيها مترشحين بصفة فردية، يعني أن يكون عدد المترشحين بالنسبة للقاعات اللي فيها تلاميذ ينتمون إلى معاهد عمومية وتلاميذ ينتمون إلى معاهد خاصة كحد أقصى هو 15 مترشح في القاعة الواحدة. كما تم أواخر شهر مارس المنقضي إصدار نص قانوني جديد يتعلق بسلم العقوبات والإجراءات التي ستتخذ في صورة ارتكاب الغش والتصرف السيء في مركز الامتحان دائما، وفق مدير عام الامتحانات عمر الولباني. هناك إجراء جديد يتعلق بالعقوبات التي ستسلط على المترشحين الذين سيتعمدون ارتكاب الغش أو سوء السلوك خلال الامتحانات الوطنية. منذ بضعة أيام تم إصدار نص قانوني جديد يتعلق بسلم العقوبات وبالإجراءات التأديبية الخاصة بمرتكبي حالة الغش والسلوك في الامتحانات الوطنية. بالنسبة لهذه الدورة العقوبات التي ستسلط على المترشحين بصفة فردية اللي سيرتكبون الغش أو سوء السلوك في امتحان البكالوريا ستصل في أغلب الأحيان إلى تتبعات جزائية. يؤدي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زيارة إلى بلادنا بداية من يوم أمس، وعلى امتداد يومين يلتقي خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس القمة العربية 30 لإطلاعه على مسيرة العمل العربي المشترك منذ قمة الجامعة المنعقدة في شهر مارس 2019. كما سيتم عقد جلسة عمل بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأمين العام لجامعة الدول العربية لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن أبرز القضايا العربية، إضافة إلى بحث سبل الكفيلة بدفع العمل العربي المشترك ومزيد تفعيل المؤسسات العربية وأجهزتها والارتقاء بأدائها. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. أهلا بكم من جديد في أخبار العالم. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يعلن أمس الأحد من ليبيا دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة السعية إلى إخراج البلاد من حالة الفوضى وانعدام الاستقرار. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقول أمس إن أغلب الدول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واعدا بأخبار جيدة في هذا الملف خلال الأيام القادمة. نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي يقول أمس إن الأمير حمزة ابن الحسين ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله تواصل مع جهات خارجية فيما يتعلق بمخطط لزعزعة استقرار البلاد، وإنه خضع للتحقيق لبعض الوقت. الحكومة السورية تعلن أمس تقليص العمل في وزارات ومؤسسة عامة لعشرة أيام جراء التفشي المتسارع لفيروس كورونا والأزمة الاقتصادية، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي في وقت تشهد فيه البلاد أزمة محروقات خانقة. الحكومة البريطانية تنوي اعتبارا من منتصف أفريل الجاري اختبار نظام شهادة تلقيح للسماح بمعاودة النشاطات المتأثرة جدا جراء كورونا مثل مباريات كرة القدم والحفلات داخل القاعات. 7:13 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الأخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا كريم المدب وتلفزيا شاكر بالقاسم، وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تنبه إلى خطورة الحالة الوبائية في تونس وترفع توصيات إلى وزير الصحة. نسق تصاعدي للإقبال على التلقيح للتوقي من فيروس كورونا بقبة المنزه، والفرق الطبية تتنقل إلى ديار المسنين لتطعيمهم باللقاح. إضراب مفتوح للمهندسين في المؤسسات والمنشآت العمومية بداية من اليوم الاثنين. جلسة عامة للبرلمان اليوم لتوجيه أسئلة شفاهية لوزيري التجهيز والشؤون المحلية.
مشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حاتم بن عمارة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.